يعني الآن وأنت تستمع إلي الآن أو تشاهدني أخي الحبيب، فقط تخيل معي للحظة وأنا سأتخيل معك أن الله قريب منا، موجود معنا الآن، يسمع كلامي، يعلم ما في دماغك، يعلم ما في قلبك. هذا الإله قريب منك لأبعد الحدود، لأنه هو القائل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب من حبل الوريد. هذا الحبل إذا قطع يموت الإنسان، شرايين القلب والأوردة إذا قطعت فإن الإنسان يموت. فالله أقرب إليك من نفسك، ويعلم عنك أكثر مما تعلم عن نفسك. إذن هذا إله عظيم، إله كريم، إله رحيم، ينبغي أن أتقرب منه. كيف أتقرب منه؟ بالدعاء. طيب، تخيل الآن أن الله يناديك ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي آية أخرى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرون. الدعاء هو العبادة أيها الأحبة، لأن الله تعالى يقول في هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أذلاء مهانين. يعني تجد علامات الذل والقهر عليهم، داخرين، كلمة سيئة جدا، سوف تعيشها إذا استكبرت عن الدعاء لله عز وجل. لذلك الله هنا سبحانه وتعالى اعتبر أن الدعاء هو العبادة، والنبي أكد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أكد أن الدعاء مخ العبادة، وقال أيضا: الدعاء هو العبادة. فإذا جزء مهم من عبادتنا هو الدعاء. طيب كيف ندعو الله سبحانه وتعالى؟ أنا الآن يعني أحب أن ألفت انتباهك أخي الحبيب إلى قوة الدعاء، تأثير الدعاء على حياتك اليومية. يعني كيف يؤثر هذا الدعاء؟ أولا يجب أن تعلم أن كل ذرة في الكون مربوطة وبتقدير وتحت سيطرة هذا الخالق العظيم. كل احتياجاتك بيد الخالق، قلبك بيده، حياتك بيده. فإذا أنت محكوم وخاضع لسيطرة هذا الإله. طيب أنا عندما أريد أن تتحسن حياتي، يتحسن رزقي، تتحسن صحتي، تتحسن معاملة الناس بالنسبة لي، أتخلص من أذى الناس. كل إنسان لديه طموحات، لديه مطالب كثيرة، لديه يعني وسائل للسعادة هو يطمح إليها. إنسان يطمح لزوجة صالحة، أو فتاة تطمح لزوج صالح لا تريد شيئا. الله عز وجل هنا عندما يعلم منك أو منك هذا الصدق وهذا الخضوع لله وهذا الدعاء المستمر سوف يستجيب لك. ولكن تأخير الإجابة أخي الحبيب لها هدف عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام أنبأنا وأكد لنا، وأنا أصدق هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه يتحدث بشكل منطقي. كل دعاء ابن آدم مستجاب، أي دعوة تدعو بها مستجابة، ولكن آلية الإجابة لا تكون كما نحن نريد، لأننا أحيانا يعني قد نريد الشر ولا ندري. إنسان قد يعجل ويطمح لشيء قد يكون فيه ضرر له، الله يؤخره. هناك ثلاثة أنواع للإجابة أخي الحبيب، انتبه. النوع الأول أن يسرع لك الإجابة، وهذا أقل أنواع العطاء. يعني أنت ولله المثل الأعلى تريد مبلغا من المال، هذا الشخص
الذي سيمنحك أو يعطيك هذا المبلغ يقول لك لديك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن أعطيك هذا المبلغ وتذهب. الاحتمال الثاني أن يصرف الله عنك من الشر ومن الضر ومن الأذى ومن السوء ومن الأمراض ومن الحوادث والمشاكل بقدر هذا الدعاء. إذن هذه مرتبة أعلى. أنا شخصيا أتمنى بدلا من أن تعطيني مبلغا من المال لأستمتع به مثلا، لا، إذا صرفت عني شر حادث قد يكون مميت أو شر مرض قد يكون مستعصي على الأطباء أو شر أذى أو ظلم سأتعرض له، لا، أفضل بالنسبة لي، أفضل بكثير. إذن الله عز وجل إما أن يسرع لك الإجابة فيعطيك مباشرة، وهذا أقل مراتب العطاء. لذلك أخي الحبيب، يعني عندما تدعو فيستجاب لك بسرعة لا تظن أن هذا الأمر يعني أمر عظيم، لا، هناك أعظم منه. هو أمر عظيم ولكن هناك أعظم، أن الله يصرف عنك من الشر بقدر هذا الدعاء. الأمر الثالث وهو أعظم بكثير جدا، أن يؤخر الإجابة ليوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تصور أن هذا الإنسان الذي تطلب منه مبلغا من المال يقول لك بعد مثلا سنة ستصاب بمرض، سيتعرض ابنك لمشكلة، ستخسر في تجارتك، ستحدث معك مشاكل كثيرة، وسوف يكون هذا المبلغ يعني أفضل بمليون مرة من أن تأخذه الآن. ستستفيد منه أكثر بكثير لأنك بحاجة ماسة له. أيضا الإنسان الذكي يؤجل العطاء، يقول لا، أنا أنتظر هذا القرش الأبيض لليوم الأسود كما يقال. يعني أعظم أنواع العطاء أن يؤخر لك الله الإجابة إلى يوم القيامة. لذلك إذا أحبك الله معنى ذلك أنه سيؤخر الإجابة إلا في أمور هو يراها لمصلحتك الآن. يعني حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة المكرمة وهو يدعو فقط للا إله إلا الله 13 سنة ثم أخرج من مكة. هذا الحبيب كان قادرا أن يدعو عليهم ليهلكوا، يدعو عليهم بالموت، يدعو عليهم بالأمراض، ولكن لم يفعل ذلك، حتى إن دعوته عليه الصلاة والسلام أخرها ليوم القيامة. هل رأيتم محبة النبي لكم؟ لذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما نجد أن له أدعية كثيرة جدا جدا لا تحصى، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم إنني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل من الزلل يعني الخطأ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، هذا في سفر، ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب في المال والأهل والولد. أدعية كثيرة جدا جدا ينبغي أن نقرأها، هي كنوز أحبتي في الله. اليوم على الإنترنت فقط أكتب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، آلاف الأدعية، كنوز نحن عنها غافلون للأسف، منشغلون بتوافه الأمور. فإذا أخي الحبيب، هذا الدعاء عندما تريد أن تدعو الله يجب أن تعلم ما يلي. أولا يجب أن تتخيل وتستيقن أن الله موجود ويسمعك الآن. أنت لا تدعو إلها بعيدا، لا، هو قريب، وهو سميع وبصير وعليم وخبير ولطيف. يعني مثال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بقدر ينزل عليك الرزق بحيث أنك لا تطغى، لأن هذا الإله لطيف بك، عليم بحالك،
خبير بشؤونك. إذن لا تستعجل الإجابة، اعتبر أن الدعاء هو وسيلة لتغيير نظرتك للحياة، ووسيلة للسعادة، ووسيلة للتقرب من الله عز وجل. ولا تلح وأنت تنتظر الإجابة غدا تقول دعوت فلم يستجب لي. إذن أنت علاقتك مع الله فقط علاقة مصلحة، لماذا لا تكون علاقة محبة بينك وبين هذا الإله العظيم؟ يعني والله أنا عندما أتذكر كيف أن الله خلقني، أوجدني في هذا الكون من العدم، أعطاني هذه النعم، نعمة البصر، نعمة الكلام، نعمة العلم، نعمة العقل، نعمة الإيمان بالله، نعمة القرآن. طب يعني هذا إله يحبني، وطبعا يحبك لأنه خلقك، ولكن أنت عندما تجحد وتستكبر وتستهزئ بهذا الإله وتنكر أصلا وجود هذا، طيب ماذا تريد؟ تريد أن يضعك الله في جنات النعيم؟ لا. إذن أخي الحبيب، الدعاء سيغير حياتك، ولكن بشرط أولا أن تعتقد أن الله موجود وقريب منك ويسمعك. الشيء الثاني أن تستيقن أن الدعاء قد استجيب وانتهى الأمر. أي دعاء تدعوه تثق بالله أنه استجابه، إما في الدنيا أو أنه صرف عنك أمرا أنت لا تعلمه. قد يكون هناك مرض، نحن نعلم أن من أخطر أنواع الأمراض السرطان، وهو مرض خفي لا نراه ولا تستطيع قوة في الأرض أن تتنبأ به، لأنه عبارة عن خلل مفاجئ في نظام عمل الجسم يحدث في منطقة معينة، فتبدأ الخلايا بالتكاثر بشكل شاذ مدمرة هذا العضو، وبالتالي قد يموت صاحب هذا المرض. طيب هذا المرض قد يكون قدر لك أنه سيصيبك ذات يوم، فعندما دعوت الله وقلت اللهم اغفر لي، طبعا هذا كان أكثر دعاء النبي وكان يعلمه للناس، لأنه يجمع لك خيري الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. كلمة وعافني، هناك دعاء آخر، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. فأنت عندما تدعو بهذا الدعاء، الله عز وجل قد يصرف عنك مرضا أنت لا تشعر به ولا تحس به، صرفه عنك. إذن هذا بالنسبة لي أهم من أن يرزقني الله شيئا من المال ثم أنفقه وينتهي الأمر. إذن أيها الأحبة، هناك مجموعة كبيرة من الأدعية في القرآن الكريم تعلموها في أقوال النبي ودعائه صلى الله عليه وسلم، ولتكن حياتنا عبارة عن أدعية، لأن النبي كان يبدأ يومه بالدعاء ويختم يومه بالدعاء، وإذا دخل هناك دعاء للسوق، إذا دخل إلى الأسواق يستعيذ بالله من شرها وشر ما خلقت لها، ويسأل الله خيرها وخير ما خلقت لها. كان يبدأ يومه بالدعاء، يطلب من الله خير هذا اليوم وخير ما خلق له، ويستعيذ بالله من شر هذا اليوم وشر ما خلق له. كذلك في الليل يستعيذ من شر الليل. كان يدعو عليه الصلاة والسلام إذا أتى أهله، إذا دخل إلى المسجد هناك دعاء، إذا دخل إلى مكان مثلا لأول مرة له دعاء، إذا مثلا أتى أهله هناك دعاء، إذا دخل إلى الخلاء دعاء. كل حركة كان يتحركها النبي صلى الله عليه وسلم لها دعاء، فهذا الدعاء سيغير حياتك بالكامل، لأنه سيزيد من ارتباطك بالله، سيزيد من إحساسك بالقرب من الله، لأنك عندما تدعو هذا الخالق العظيم تشعر بالقرب منه، وبخاصة عندما يستجيب لك الله عز وجل بعض هذه الأدعية، هذا الأمر يثبتك أكثر على الإيمان وتشعر بلذة الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل أيامنا كلها دعاء له عز وجل، وأن يقربنا منه ويرضى عنا، وأن نلقاه وهو راض عنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.